خلينا نرجع لكباتني في الاستوديو كابتن ممدوح، يمكن محتاجين برضو نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه الفريق، نبتدي بقائمه الفريق، قائمه النادي الاهلي، ونستعرض كمان مين المصابين، مين الغيابات. اتفضل يا كابتن. عندنا الجهاز الفني للكره الطايره رجال النادي الاهلي، كابتن محمد مصلحي مدير فني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، كابتن ايمن علي اداري، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخط احمال، كابتن محمود الوزير محلل تقني، كابتن عبد الرحمن مكي مدلك، كابتن احمد رشاد مهمات. تمام، نيجي هنا لو عايز نقول القائمة اللاعبين طبعا قائمة اللاعبين بعد اذن حضرتك، وعايزين برضو بعد ما نقول القائمة نقول المصابين، مين اللي هيغيب النهارده. نبدأ النهارده بالكابتن نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن عبد الله السلام رقم 2 صانع العاب، عبد الحليم عبو رقم 3 ضارب من مركز 3، كابتن احمد صلاح رقم 4 ضارب من مركز 2، محمد عصران الوافد الجديد رقم 7 ضارب من مركز 4، عبد الرحمن الحسيني المتألق في المباريات السابقة رقم 8 ضارب من مركز 4، محمد معوض بن ألف سلامة عليه من الحادثة السابقة نجي نفس المباراة دي في الدوري، ربنا نجاه الحمد لله، بندعي له بالشفاء وعودة حميدة، النهاردة هيلعب أساسي، رقم 9 ليبرو الفريق، كابتن احمد عبد العال رقم 11 ضارب من مركز 4، كابتن حسام يوسف رقم 12 صانع الالعاب الثاني لفريق النادي الاهلي، يوسف مرجان رقم 14 صانع العاب اللواء الراجع من نادي بتروجيت بعد الاعاره، محمد عبد المحسن الوافد الجديد من نادي الزمالك رقم 16 ضارب من مركز 3، محمد طارق الصغير، هو صغير ولعيب ممتاز ليبرو الجديد للنادي الاهلي بدل محمد رمضان في مباراة اليوم ليبرو، أحمد سعيد رقم 18 الفتى الطائر ضارب من مركز 4، زياد أسامة الأشول بعد اللاعب أحمد صلاح المتألق، اللي يعني أنا بحب أحمد صلاح، كون إن هو لاعب ناشئ صغير ويديله الفرصة وميدو بيديله الفرصة وبيقف يشجعه وبيقف يصلح له في الملعب، أنا يعني ده النادي الأهلي حاجة فعلاً تحسب لنجم النادي الاهلي كابتن احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، ضارب من مركز 2، حمزه الصافي ابن نجمنا الكبير حمدي الصافي رقم 20 وضارب مركز 4. تمام كابتن احمد، استاذ حضرتك نستعرض الجهاز الفني واللاعبين لنادي اليوكلس. بس على لا طبعا، اتفضل يا كابتن اتفضل. نحن دلوقتي عندنا 2 مصابين من مركز 3، فاحنا عندنا في القايمه 2 بس، ودي يعني ربنا يسلم ان هو ما يحصلش مشكله. طب يا كابتن خلينا برضو، اكيد حضرتك عندك معلومه اللي غايبين النهارده مين برضو، يعني انا عبد الرحمن سعودي شرخ صباعه، محمد عادل كان الماتش اللي فات كان اجل سبرين انكل، في لسه اللاعب المحترف برضه لسه ما رجعش النادي المتحدة، واحمد قطب لسه كتفه تعبان برضه، احمد قطب، وعندنا محمد رمضان ليبرو، دولت الخمسه ان شاء الله. الحمد لله ربنا لهم كل الشفاء يا رب ان شاء الله، ونتمنى طبعا ان الكل يبقى سليم وكل يبقى ان شاء الله صحه جيده. ربنا يسلم للعيبه مركز 3 ان احنا 2 بس دولت، يعني ربنا يستر، ادنى حاجه في القائمه تكون اللعيبه 2 يعني. بس ليه يا كابتن يعني كابتن ميدو ما يستعينش بلاعب من فرقه 19 سنة في مركز 3؟ مين مثلا كابتن ممكن يلعب؟ عندي أكتر من كذا لاعب في مركز 3، يمكن كابتن أحمد زكريا مدير قطاع الناشئين، عبد الله أسامة، بس يمكن كابتن ميدو استعان بيه شوية في التدريب، وبعد كده ابتدت الماتشات، فيعني ابتدت الماتشات فهو يعني أساس إن هو عنده 4 لعيبة بس، هو يعني مصادفة إن يحصل 2 إصابات للمركز واحد. هو كابتن محمد مصلح ميدو قال كده في الصحيح اللقاء اللي كان بعد المباراة، مباراة الزور اللي فاتت، وقال ان انا يعني مش محظوظ ان الاصابات بتيجي في مركز واحد مركز واحد بس. طب